من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي المشاهدين الكرام، ها نحن نصحبكم في رحلة تاريخية نأخذكم اليوم فيها إلى زمن الإمام الصادق، روحي له الفداء، ناقلين لكم قصة حدثت لشاب يدعى عمار الدهني، وهو معروف بالعلم والورع والتقوى. إذ أزعجه أحد القضاة، وكان من قضاة السلطة الظالمة، إذ قال له: يا عمار، إني خيرتك بين أن تكون ذا علم نعتمده ونأخذ بشهادتك، أو أن تكون رافضي، فماذا كان من عمار؟ فلنشاهد أحبتي. عمار، ما باله عمار؟ لقد وصفوه وصفا لا يليق به. ها؟ ماذا قلت؟ عمار معروف لدى الجميع، ولقد شهد بذلك مولانا الإمام الصادق. صدقت، الحق به. ها؟ هيا. عمار، وقف يا رجل، اهدأ يا رجل، اهدأ. هل أخبرت مولانا بذلك؟ لا، لم أخبره، وكيف أخبره وأنا عمار الدهني ويقول عني قاضي الكوفة ما يقول؟ اهدأ. اهدأ. إلى أين أنت ذاهب عمار؟ هيا. ها؟ هيا. يا ابن رسول الله، أنا عمار الدهني، شهد علي قاضي الكوفة بشهادة. قال لي: لقد عرفناك لا تقبل لك شهادة لأنك رافضي. أنت من أهل العلم والحديث، إن كان يسوءك أن يقال عنك رافضي فتبرأ من الرفض، فأنت من إخواننا. يا هذا، والله ما ذهبت حيث ذهبت، ولكني بكيت عليك وعليه. على من يا عمار؟ أفصح. أما بكائي على نفسي، فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي. ويحك، لقد حدثني مولانا الصادق. إن أول من سمي الرافضة السحرة، الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكل ما نزل بهم، فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه. لما رفضوا دينه، فالرافضي كل من رفض جميع ما كره الله وفعل كل ما أمره الله، فأين في هذا الزمان مثل هذه؟ فإنما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله عز وجل على قلبي، وقد تلقبت بهذا الاسم الشريف على نفسي، فيعاتبني ربي عز وجل ويقول: يا عمار، أكنت رافضاً للأباطيل عاملاً بالطاعات كما قال لك، فيكون ذلك بي مقصراً في الدرجات إن سامحني.
وموجبا لشديد العقاب علي إن ناقشني، إلا أن يتداركني موالي بشفاعتهم. وأما بكائي عليه فلكذبه في تسميتي بغير اسمي، وشفقتي الشديدة عليه من عذاب الله. كيف يصبر هذا القاضي على عذاب كلمته تلك؟ كيف؟ ولو أن على عمار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرضين لمحيت عنه بهذه الكلمات، وإنها لتزيد في حسناته عند ربه عز وجل، حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا 1000 مرة. مشاهدين الأكارم، بعدما شاهدناه من مقطع لا بد لنا من التفكر في الحكم التي وردت فيه. الإمام الصادق عليه السلام أوضح لنا الجذور التاريخية لكلمة رافضي. أوضح ذلك الجذر العظيم بأن كل رافض للظلم، سواء كان الظلم وقع على النبوة والإمامة أو الرسالة عموما، فهو رافضي. البعض يتشدق ويحاول أن يطلق هذه الكلمة، كلمة رافضي، وكأنما هي مسبة أو شتيمة، لكنها ذات معنى كبير جدا، ونحن نفتخر بأننا رافضين للظلم والظيم، رافضين لذلك الظلم الذي وقع على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ورافضين الظلم الذي وقع على الصديقة الشهيدة الزهراء عليها السلام، وعلى عموم أهل البيت عليهم السلام، حتى الإمام القائم روحي له الفداء. وإن كان البعض وصفنا بالرافضة للانتقاص، فنحن ليس لنا إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون فعلا رافضة، متمسكين بخطى ونهج محمد وآل محمد، رافضين ما سواه. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.